بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في اللقاء السابق نتكلم عن الاستدلال. قلنا الاستدلال يكون استدلالا صحيحا إذا كانت النتيجة فيه لازمة عن مقدماتها لزوما حتميا، لا مجال للشك دون النظر إلى المضمون المعرفي للمقدمات. وتكلمنا عن أنواع الاستدلال، وقلنا استدلال صحيح واستدلال صائب، والفرق بين الاستدلال الصحيح والاستدلال الصائب هو أن يكون الاستدلال صحيح في الشكل أو في الهيئة، بينما الاستدلال الصائب هو صادق في الشكل والمضمون المعرفي. اليوم هنتكلم عن التفكير المنطقي اللي هو لب هذه المحاضرات وهذه اللقاءات. وقبل أن نتكلم عن التفكير المنطقي وأنواعه، سنعرف ما العلاقة بين التفكير والاستدلال. فالتفكير هو عملية عقلية تهدف إلى الوصول إلى معرفة جديدة نتيجة عن طريق استخدام منظم لمعرفة سابقة اللي هي المقدمات. أما الاستدلال فهو مركب من عدد من القضايا بينها صلات معينة واحدة من هذه القضايا تسمى النتيجة، والقضايا الأخرى تسمى مقدمات. وعندما نقارن بين مفهوم التفكير ومفهوم الاستدلال يمكن أن نتوصل إلى النتيجة التالية. التفكير هو القيام بالاستدلال، والقيام بالاستدلال هو التفكير، فلا تفكير دون استدلال ولا استدلال دون تفكير. إذن التفكير هو القيام بالاستدلال، والقيام بالاستدلال هو التفكير، فلا تفكير دون استدلال ولا استدلال دون تفكير. ويمكن التعبير عن هذه بالعبارة التالية: التفكير يكافئ الاستدلال، أي التفكير يساوي الاستدلال، حيث يقصد بالتفكير هنا التفكير المنتج للمعرفة. إذن عندما يكون التفكير المنتج للمعرفة هو استدلال. خلينا نركز ونقول إن التفكير هو الاستدلال، والاستدلال هو التفكير المنتج للمعرفة. مفهوم التفكير المنطقي: إذا كان التفكير هو القيام بالاستدلال، وكان المنطق هو علم الاستدلال الصحيح، فإن التفكير المنطقي هو التفكير الاستدلالي الصحيح والذي يراعي شروط علم المنطق ويلتزم بها. إذن التفكير المنطقي هو القيام بالاستدلال،
وإذا كان التفكير هو القيام بالاستدلال وكان المنطق هو علم الاستدلال الصحيح، فإن التفكير المنطقي هو التفكير الاستدلالي الصحيح الذي يراعي شروط علم المنطق ويلتزم بها. إذن التفكير المنطقي هو التفكير الاستدلالي الصحيح، وهو الذي يراعي شروط علم المنطق ويلتزم بها، وبعبارة أخرى هو الجهد العقلي المنظم أو الجهد الذهني المنظم الذي نقدم فيه استدلالا صحيحا، وبناء عليه يعرف التفكير المنطقي على أنه سلوك ذهني أو الجهد سلوك ذهني منظم نقدم فيه استدلالا صحيحا ويراعي شروط علم المنطق ويلتزم بها. مفهوم التفكير المنطقي هو التفكير الاستدلالي الصحيح، وهو الذي يراعي شروط علم المنطق والتفكير المنطقي هو سلوك ذهني منظم نقدم فيه استدلالا صحيحا ويراعي شروط علم المنطق ويلتزم بها. طيب، تكلمنا عن الاستدلال وعلاقته بالتفكير، وقلنا التفكير هو الاستدلال والتفكير المنتج المعرفة هو الاستدلال. طيب، ما العلاقة بين التفكير المنطقي والاستدلال الصحيح؟ إذا كان التفكير هو الذي نقدم فيه استدلالا صحيحا، والاستدلال الصحيح هو الذي تلزم فيه النتيجة عن مقدماتها دون النظر إلى المضمون المعرفي لمقدمات الاستدلال، والاستدلال الصائب هو الذي تتحقق فيه الصحة وصدق المقدمات معا. العلاقة بين التفكير المنطقي والاستدلال الصائب: إذا كان التفكير هو الذي نقدم فيه استدلالا صحيحا، والاستدلال الصحيح هو الذي تلزم فيه النتيجة عن مقدماتها دون النظر إلى المضمون المعرفي لمقدمات الاستدلال، وقلنا الاستدلال الصائب هو الذي تحقق فيه شروط الصحة وصدق المقدمات معا، فإن كل استدلال صائب تفكير منطقي، ولكن ليس كل تفكير منطقي استدلالا صائبا. خلاصة هذه الشريحة أنه يقول كل استدلال صائب تفكير منطقي، ولكن ليس كل تفكير منطقي استدلالا صائبا.
المغالطات إذا كان الاستدلال الصحيح يعتبر تفكيرا منطقي، فإن الاستدلال غير الصحيح يعتبر تفكيرا غير منطقي أو المغالطات. أنواع التفكير المنطقي الرئيسية. بناء على ما تم تصنيفه من قبل علماء المنطق، تصنف أنواع التفكير المنطقي إلى الأنواع الرئيسية التالية: أولا، التفكير الاستقرائي، التفكير الاستنباطي، والتفكير التمثيلي، ثم التفكير المنطقي الاستقصائي حل المشكلات. إذن التفكير المنطقي يصنف إلى 4 أنواع رئيسية: التفكير الاستقرائي، والتفكير الاستنباطي، والتفكير التمثيلي، والتفكير المنطقي الاستقصائي، أي بمعنى تفكير حل المشكلات. التفكير المنطقي الاستقرائي، قلنا أنواع التفكير المنطقي الرئيسية تصنف إلى 4 أنواع رئيسية: تفكير استقرائي، تفكير استنباطي، تفكير تمثيلي، تفكير منطقي استقصائي اللي هو حل المشكلات. أولا، التفكير المنطقي الاستقراء. الاستقراء مفهوم وأنواعه. مفهوم الاستقراء induction، ترجمة لكلمة يونانية تعني يقود أو يسوق. وما معنى الاستقراء اصطلاحا؟ تعني قيادة العقل للقيام بعملية تؤدي إلى الوصول إلى قانون عام أو قضية كلية تحكم القضايا الجزئية. إذن الاستقراء هي معناتها تعود إلى كلمة يونانية تعني يقود أو يسوق. ومفهوم الاستقراء اصطلاحا تعني قيادة العقل. إذن الاستقراء هو قيادة العقل للقيام بعملية تؤدي إلى الوصول إلى قانون عام أو قضية كلية تحكم القضايا الجزئية. ويعرف أرسطو الاستقراء على أنه الانتقال من الجزئيات إلى الكليات.
الانتقال من الجزيئات إلى الكليات. نستقرأ الحالات ومن خلال استقراء الحالات نصل إلى حكم أو قضية تحكم هذه الجزيئات. زي ما نقول الحديد يتمدد بالحرارة، النحاس يتمدد بالحرارة، الألمنيوم يتمدد بالحرارة، ونعدد ثم نصل إلى القانون أو القضية الكلية ونقول المعادن تتمدد بالحرارة. إذا انتقلنا من الحالات الفردية ثم توصلنا إلى حكم يحكم هذه الحالات أو ينطبق على هذه الحالات، وهو الانتقال من الجزيئات إلى الكليات. هذا مفهوم الاستقراء. إذن الاستقراء هو عبارة عن قيادة العقل للقيام بعملية تؤدي للوصول إلى قانون أو قانون عام أو قضية تحكم القضايا الجزئية. وكما عرفه أرسطو، أرسطو طبعا من الفلاسفة القدماء اليونانيين، وهو أرسطو صاحب الفلسفة الواقعية، بينما أفلاطون صاحب الفلسفة المثالية. إذن اصطلاحاً عرفنا الاستقراء هو يقود العقل للقيام بعملية تقوم إلى الوصول إلى قانون عام أو قضية كلية تحكم القضايا الجزئية. التفكير المنطقي الاستقرائي في سياق المنطق يعرف الاستقراء على أنه في سياق المنطق يعرف الاستقراء على أنه هو عملية التوصل إلى مبدأ عام بالاستناد إلى مشاهدة حالات خاصة ينطبق عليها ذلك المبدأ. إذا عندنا استقراء، تعريف اصطلاحي هو قيادة العقل للقيام بعملية تؤدي إلى الوصول إلى قانون عام أو قضية كلية، والانتقال من الجزئيات إلى الكليات. بينما في علم المنطق يعرف الاستقراء على أنه عملية التوصل إلى مبدأ عام بالاستناد إلى مشاهدة حالات خاصة ينطبق عليها ذلك المبدأ، أي تصفح الجزيئات لإثبات حكم كلي أو استنتاج نتيجة كلية من جزيئات أو حكم كلي من حكم جزئي لوجوده في أكثر جزيئات. لما مثل ما ضربنا المثل الحديد معدن، الحديد يتمدد بالحرارة، النحاس يتمدد بالحرارة، الأنواع الأخرى تتمدد بالحرارة، ونصل إلى أن المعادن كلها تتمدد بالحرارة. هذا الحكم ينطبق على الحديد وينطبق على النحاس، ولأنه موجود في الجزيئات وفي أكثر من جزئية. هذا القانون، المعدن يتمدد بالحرارة، هذا قانون عام
أو مبدأ عام ينطبق على المشاهدات الخاصة للعديد من الملاحظات. لو دخلنا مبنى وشفنا الطلاب، معظم الطلاب لابسين بالطو أبيض، فنقول نستنتج إنه هذول طلاب كلية الطب أو وهكذا. إذن هلقيت تعريفين للتعريف الاصطلاحي، وقلنا قيادة العقل. قيادة العقل للقيام بعملية تؤدي للوصول إلى قانون عام أو قضية كلية تحكم القضايا الجزئية. وفي ضوء المنطق هو عملية التوصل إلى مبدأ عام بالاستناد إلى مشاهدات حالات خاصة ينطبق عليها ذلك المبدأ. ويمكن دمج التعريفات للاستقراء التالي في التعريف التالي. يمكن دمج التعريفات السابقة للاستقراء في التعريف الاستقراء. الاستقراء هو استنتاج قاعدة عامة أو حكم كلي من خلال استقراء جزيئات متماثلة فيما بينها في الحكم، بمعنى أن الاستقراء عكس الاستنباط الذي هو استنباط حكم جزئي أو قاعدة خاصة من قانون عام. إذا نفهم الاستقراء هو استنتاج قاعدة عامة أو حكم كلي من خلال استقراء أو تصفح جزيئات متماثلة فيما بينها في الحكم، بمعنى أن الاستقراء هو عكس الاستنباط الذي هو استنباط حكم جزئي أو قاعدة خاصة من قانون عام. إذن هو الاستقراء هو استنتاج أيضا كما مرة هو قاعدة عامة أو حكم كلي من خلال استقراء أو تصفح جزيئات أو مشاهدات أو حالات متماثلة فيها فيما بينها في الحكم، بمعنى أن الاستقراء هو عكس الاستنباط الذي هو استنباط حكم جزئي أو قاعدة خاصة من قانون عام. الاستقراء لا يفيد الجزم أو اليقين بل يفيد الظن. لأنه من الممكن أن يكون هناك وجود جزئي لم يستقرأ أو احتمال أنه لا ينطبق الاستنتاج على الكل ويكون حكمه مخالفا لذلك. العلم له مراحل، مرحلة الوهم والشك ثم اليقين ثم الظن ثم اليقين. فالاستقراء يوصل إلى الظن ولا يوصل إلى اليقين، لأنه من المحتمل أن يكون هناك وجود جزئي لم يستقرأ أو احتمال أنه لا ينطبق الاستنتاج على الكل ويكون حكمه مخالفا لذلك.
مثل مثلا البندورة مرة تصنف فواكه ومرة تصنف خضروات. ليش تصنف فواكه؟ لأنها تحتوي على فيتامين سي، والخضروات لأنها ممكن تكون في تعمل مع الخضروات وغير ذلك. وتعرف الحجة الاستقرائية على أنها علاقة بين قولين. تعرف الحجة الاستقرائية على أنها علاقة بين قولين جازمين، ويكون الزعم الأساسي فيها هو أن المقدمة تشكل سببا معقولا لقبول النتيجة. ويعرف الاستدلال الاستقرائي على أنه استدلال نقوم فيه بدراسة حالات فردية لموضوع ما أو حالة معينة أو ظاهرة محددة، ونفحصها ثم نستنتج حكما عاما ينطبق على جميع أفراد الظاهرة أو الحالة. والمعلومات المتعلقة بالحالات الفردية هي المقدمات، والحكم العام هو النتيجة. تعرف الحجة الاستقرائية على أنها علاقة بين قولين جازمين، ويكون الزعم الأساسي فيها هو أن المقدمة تشكل سببا معقولا لقبول النتيجة. ويعرف الاستدلال الاستقرائي على أنه استدلال نقوم فيه بدراسة حالات فردية لموضوع ما أو حالة معينة أو ظاهرة محددة، ونفحصها ثم نستنتج حكما عاما ينطبق على جميع أفراد الظاهرة. والمعلومات المتعلقة بالحالات الفردية هي المقدمات، والحكم العام هو النتيجة. يقال على عملية الاستدلال التي يتوصل من خلالها الإنسان إلى نتيجة معينة قابلة للتعليل والتعميم بالتفكير الاستقرائي. عملية الاستدلال التي نتوصل من خلالها إلى نتيجة معينة قابلة للتعليل والتعميم تسمى التفكير الاستقرائي. هي عملية الاستدلال هذه التفكير الاستقرائي. من الأمثلة على التفكير الاستقرائي القوانين العلمية والعلاقات المشتقة في الرياضيات والأمثال الشعبية. والتفكير الاستقرائي هو استدلال غير مباشر، لأننا نتوصل إلى النتيجة من أكثر من مقدمة، وهو معنى انتقال الفكر من الجزئيات إلى الكليات أو من الحكم الجزئي إلى الحكم الكلي. استخدام المنطق الاستقرائي لا يعني بالضرورة الوصول إلى النتيجة الصادقة. قلنا طبعا يوصل إلى المرحلة الثالثة من مراحل العلم اللي هو الظن، إذ من الممكن أن نتوصل إلى نتيجة كاذبة أو غير صادقة كون الحالات المدروسة تكون محدودة. يعطيكم العافية.